هناك مشكلة وظهور وجود على أن هناك طريقة سهلة ومختصرة وغير مكلفة، وذلك باختراع جهاز شحن من خلال طاقة شمسية أو من خلال مقاشط حلاقة وغيرها. فنحن نوجد لكم الطريقة الصحيحة للحصول على أسهل وأوضح وأسلم للجوالات. نعم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتحدث على ما نراه ظاهرا من خلال استخدام اكتشاف سري بالطاقة المجانية كما يذكر فيها، وقد تم تحديد شحن جهاز شحن. البعض يأتي طبعا لوح صغير الطاقة الشمسية يستخدمه أو يستخرجه من التريك أو الكشاف الذي يعمل على الطاقة الشمسية، والبعض يأتي بلوح بسيط ثم يقوم بتوصيل هذه العملية. نعم، والبعض يأتي بموس أي مقاشط ويعملها سلك في هذا الشكل وسلك في هذا الشكل، ويقوم بعملية تجربة العملية هذه للجوالات. أخي العزيز، معكم الأستاذ المهندس جمال الهجري، دراسة وخبرة 50 عام في هذا المجال الكهربائي. نعم، في النظام الإلكترونيات. أخي العزيز، أنت تبحث عن تكلفة لا تزيد عن 2000 ريال أو 15 ريال سعودي أو ربما يعني جنيه مصري، تمام، وتنسى أن المستخدم هو جهاز يكلف بمبالغ طائلة قد يصل إلى 2000 ريال سعودي، 1500 ريال سعودي، 500 سعودي نقول، طيب معادل 115 ريال سعودي، تمام. فنقول يا أخوان الأعزاء، هذه الطريقة كلها لا تمشي، كلها حركات، كلها استجلاب فقط. أنا لا ألوم الأشخاص الذي يقوم بهذا العمل، لكن أريد أن أؤكد الفكرة الأصلية من هذا العملية. أخي العزيز، نترك الموس على جنب، نأتي بالطاقة الشمسية فعلا أنها تخرج تيار غير مستقر، لأن اللوح هذا الصغير لا يوجد فيه دايودات لعملية تسهيل أو تنظيم التيار إلى تيار مستمر ليس متقطع كما ذكرت. تمام، نأتي أن نوصله بالإسلاك ثم نوصله بالجوال. أخي الجوال هذا في مكان خاص بالجوال يسمى طبعا خاص بالكهرباء، تمام. لو هناك تغير حصل تغير بأنك وصلت السلك بمحل الموجب إلى السالب ومحل السالب إلى الموجب، يعني عكست الشغلة، ها، يحترق الباور، نسميه الباور، باور للأجهزة الكهربائية. منكم المتابع عن طبعا هندسة الجوالات، هناك باور الذي يستقبل التيار. فهناك تعدم جوالك ب2000 ريال سعودي مقابل 15 ريال، تمام، أو جنيه، تمام، أو 2000 ريال يمني. تغسل لك جوال لماذا؟ ما يعادل 150 ريال يمني، أو ما يعادل تقريبا 100 أو 200 أو 300 جنيه. يعني فنقول إن هذه الفكرة أخواني الأعزاء ليست صحيحة، لا تمشي، لأن الباور يتعامل مع نظام، أي جهاز إلكتروني يتعامل مع نظام مستمر. ماذا المستمر؟ أي نظام البطارية، ومعروف أنه إذا تم عكس المسألة تحدث مشكلة، تحدث احتراق، تمام. فنقول
الأخوة يعني المتابعين ألا يصدقوا هذا الكلام من وضع عملي، نعم تجريبي. أنت أخي العزيز ربما أي شخص لا يمكن أنه لا يمتلك سيارة، أخي أعكس الأسلاك حق السيارة، خل محل البطارية الموجب في السالب والسالب في الموجب على طول، لا 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 الأسلاك حق السيارة تروح تمام بما يسمى الضفيرة تنتهي. طيب ما بالك بجوال حساس والباور حساس الداخلي، يعني تجيب بطريقة فهم ما تراه من لا، لكن لا الرجال لا يحدد لك السالب من الموجب تمام، في خلال العكس، العكس هو في لحظات تنتهي الباور وينتهي الجوال. لذلك نرجو المراعاة بهذا العمل، شاكرين لكم حسن المتابعة من إن شاء الله نستمر وتابعونا، ولا تنسوا المتابعة لنصل إلى وإياكم إلى أشياء مهمة جدا قد تفيدكم من طبعا الصعب إلى الأسهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.